لازم يبقى عندك نوع من الحزم بالحب. احيانا وانت بتشتغل مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، لو انت بقيت متساهل جدا معاهم، مش معنى كده ان انا بقول تخوفهم ولا حاجه، يعني على سبيل المثال هو خبطك، مش تعمل زي ايه ايه وتتحكي له، يبقى انت كده بتاذيه، بيني له ان انت زعلت منه، انا مش هكلمك تاني، انت كده غلط. جه خبطك مسكت ايديه، دي فنيات شغل. فكتر ان انت تبقوا ومش معنى كده، اوعوا تفتكروا كلامي ان انا بقول لك تزعق، اوعى تزعق، اوعى تخوفوهم، اوعى تصوت في وشه، اوعى تصرخ فيه، يبقى حرام عليك. وعد. ومش معنى كده ان انت ان يعمل اي تصرف تضحك له.